مهندس خلف، حضرتك عضو رابطه تعليم مفتوح، وكان لك مرافعه تقريبا امام القاضي في هذه القضيه، قلت فيها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اولا كل الشكر والتقدير والاحترام لهيئه القضاء الشامخ النزيه المصري العادل، اللي هو الحمد لله بفضل ربنا حسب أوجاعنا وحسب ألمنا وحسب نحن مظلومين، لأن القاضي ده المفروض في منطوق أو في مكان الحكم حكم عدل في الأرض، ربنا ولا إن يحكم بالعدل. فاللهم لك الحمد والشكر، القضاء كانوا فعلا محل الثقة والاعتزاز والتقدير ومحل قولة كلمة الحق. إحنا طبعا بداية من رفع القضية إحنا كنا في سنة أولى جامعة، لما التحقنا في بداية التعليم المدمج ده أو المفتوح على النظام القديم، إحنا كنا داخلين على دراسة انتظام، تمام، تغيرت وإحنا في أوج الدراسة، يعني بعد الترم الأول من السنة الأولى، ده حقيقة والكل يعلم بذلك القصر والداني. فإحنا طبعا بدأنا، طبعا رفعنا القضية من بداية شهر 11/2017، الحمد لله ده عدينا 5 سنين ونص. يعني موضوع انه يبقى مهني ده حصل وانتوا لسه في اولى جامعه؟ احنا لسه في اولى، ده ما خلاش حضرتك تفكر في انت تترك الامر تماما؟ ولا حضرتك حاجه، انا مؤمن بالشيء اللي انا داخل عليه، ومؤمن ان ربنا اولا عز وجل حق كفله ليك ربنا انك تتعلم. الله عز وجل يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه. فانا عقيدتي ونيتي داخل على نيه ان مهما كان مش هيوقفني، وانا عارف ان الحمد لله الشيء ده مكفول من الدستور والقانون. انا راجل وعي وفاهم ما لي وما علي، مواطن صالح وبعشق تراب البلد، كلنا بنعشق تراب هذا البلد وبنحب بلدنا وعاوزين نطور من انفسنا ومن بيئتنا ومن مجتمعنا عشان نطور من بلدنا، وعايزينها باذن الله تبقى افضل بلد في العالم كله. نعم. ان شاء الله رب العالمين في المكان اللي استحقها. فاحنا داخلين على نيتنا، والنيه دي وحق شيء كفله لينا الدستور والقانون وقبل ذلك ربنا عز وجل. نعم. فما توانينا ولا كسلنا ولا انسحبنا. في بعض الناس كان ضايفوا وانسحبوا فعلا من كليات مختلفة، سواء ليسانس أو بكريوس أو على مستوى الجامعات المختلفة، سواء جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس، لكن احنا بفضل ربنا كملنا، لأن احنا عارفين عاوزين ايه بالظبط. الحمد لله، الحمد لله والشكر. قلت قدام القاضي، هي كانت مرافعة بعد طبعا صولات وجولات، وبعد للأسف يعني ما القضية خدت وقت كبير. يعني حضرتك يا استاذ عمر، من 2017 لغايه سنتين كانت القضيه ما في بين سجال رفض وقبول، وفي قضايا مش عارفين ايه احوالها، وفي قضايا يعني انا مش عاوز اتكلم يعني في مآسي الواحد مش عاوز يذكر. نعم. فالقضيه خدت القضايا خدت وضع صعب. تمام. فاحنا قلنا برئاسه الرابطه بالدكتور عامر حسن، طبعا اشكره كل الشكر والتقدير والاحترام لي، اشكر زميلتي برضه لازم اخصهم بالذكر بعد اذن حضرتك، المهندسه ابتسام جميل سعيد، المهندس محمد بدر، استاذ علي احمد فهمي، كل الزملاء والزميلات، مش عاوز انسى حد، اللي وقفنا كلنا وقفه رجل واحد. نعم. اجتمعنا واجتمعنا في خير. واستاذ عمر انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، والله كانت النيه من القلب صالحه، يعني احنا مؤمنين ان احنا يا استاذ عمر عاوزين نجيب حقنا. نعم. والله مش حقنا بس، حقنا وحق الناس اللي ورا مننا، الدفعات اللي ورا مننا. عاوزين نسن سنه حسنه. احنا شيء معانا دستور ومعانا قانون ومعانا قضاء شامخ ونزيه. فاحنا عاوزين نجيب حقنا، فتكاتفنا واجتمعنا، وكان فينا حاجات والله انا اعتز بيها، يعني حاجات مرت شريط بيمر قدامي كده على مستوى سنوات كتيره، يعني كنا بنجتمع وبنتقابل في بيوتنا، في أندية، في أماكن عامة، بنناقش، كنتم تفرغوا من أوقاتكم وأوقات بيوتكم وأنشغالاتكم عشان أنتم مؤمنين بهذه القضية. مؤمنين بحقنا. نعم. مؤمنين بالقضية يا أستاذ عمر. حصل يعني حصل مفارقة غريبة جدا قبل الحكم بحوالي يمكن شهرين. احنا قابلنا، أنا يعني قابلت الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أنا والمهندس توحيد تامر عضو مجلس النواب، وعرضنا عليه الموضوع، وكنت كاتب مذكرة بس مش بالموضوع بتاعنا، بمطالب طلاب التعليم المفتوح والخريجين، وكنت متكلم إن في لايحة أكاديمية موجودة. نعم. يا ريت تراعي الناس اللي اتخرجت، لأن اللايحة اللي اتعملت أراعت الناس اللي موجودة، قالت إن هم ممكن يلتحقوا بالتعليم المفتوح في حالة إقراره ويتلغي التعليم المجمل. طب انا عندي دفعات اتخرجت، فكان مهم جدا ان انا اوصل صوت لمعالي الوزير واقول له: لا يا فندم، ده في ناس انا عندي دفعات اتخرجت، دي مصيرها ايه؟ دي الشهاده بتاعتهم ايه اللي هياخدوها؟ يعني حرام ان هم
اتخرجوا ياخدوها مهني وفي نفس نعم. الوقت الناس اللي موجودة دلوقتي ليها الحق ان هي تغير. فكان لازم اوصل صوت الناس ان هي يراها في الموضوع ده. ان مواجهة التعليم المفتوح وحصره في موضوع ان هي شهادة مهنية كان لصالح الجامعات الخاصة. طبعا طبعا كان لصالح الجامعات الخاصة، لان حضرتك احنا تناولنا الموضوع هنا على القناة وانا قلت الكلام ده كان لصالح الجامعات الخاصة. وكنا بنتهاجم من حد معروف ان هو عضو مجلس الجامعات الخاصة ولغاية الان ما زال عضو فيها، وكان بيهاجمنا لغاية شهر 2 اللي فات. بس الحمد لله احنا ربنا كرمنا بملف، يعني تقريبا ده كان حاسم لكل حاجة. احنا لما قدمنا حضرتك المذكرة اللي معالي الوزير حولها المجلس الاعلى للجامعات، المجلس الاعلى للجامعات رد علينا رد شامل، عمل دراسة كاملة من بداية التعليم المفتوح لغاية ما المحكمة الدستورية بعتت للمجلس الاعلى للجامعات بتستفسر عن القرارات عشان ان هم بصدد ان هم يصدروا حكم عام في التعليم المفتوح. طيب جات لنا القرارات نعم. كلها بالمستندات من اول التعليم المفتوح، بس احنا احتفظنا بيها لوقت معين. الحمد لله كان بفضل ربنا مش ترتيب مننا، بس هو ترتيب ربنا. جات في وقت قبل المحكمة بحوالي شهرين قدمنا الملف كله ده بالقرارات برد المجلس الاعلى للجامعات للمحكمة، وكان ردهم بينقضوا نفسهم مش احنا. فده الحمد لله وفر علينا كتير.